إلى كلمة لمستشار الأمن القومي الأمريكي في واشنطن. من الشعب الفلسطيني، من الواضح أن المستجدة التي لدي هنا هي موافقة لهذه التقارير، ونحن سوف نقوم بتحقيق العدالة بمجرد أن نحظى بالمعلومات كاملة. هذا وضع يتطور سريعا، ونحن في استشارة كاملة مع السلطات الإسرائيلية حول الخطوات القادمة فيما يتعلق بالرد وكيف سيتعامل مع ما فعلته إيران. ونحن نزلنا نراقب كل التهديدات القادمة من إيران ووكلائها، وأيضا لحماية قوات الولايات المتحدة في المنطقة. والآن سأخذ بعض الأسئلة. هل الإدارة مستعدة لإجلاء أي من المدنيين اللبنانيين؟ بالطبع نحن كنا واضحين لوقت طويل أن المواطنين الأمريكيين لابد أن يبدأوا باستخراج الطائرات المغادرة. قلنا هذا من هذه المنصة عدة مرات، ونحن مستمرون في قول هذا، ولكننا لم نبدأ بإخلاء أو عمليات إخلاء من لبنان الآن، وليس لدينا نية لفعل هذا في الوقت الحالي. وإذا تغير وضعنا سوف نخبركم، ولكننا نؤكد على نقطة أن الأمريكيين الموجودين في لبنان لابد أن يتواصلوا مع السفارة وأن يجدوا وسائل آمنة لمغادرة لبنان، لأننا في الوقت الحالي ربما لا نستطيع أن نخرجهم آمنين. ما وجهة نظر الولايات المتحدة حول كيف يمكن لإسرائيل الانتقام وكيف يسهم هذا في التنظيم السعيد في المنطقة؟ كان هناك مناقشات أولية مع إسرائيل في أعقاب هذا من الناحية العسكرية وأيضا بين الإدارة الأمريكية، ونحن مستمرون في هذه المحادثات. لن نقوم بإطلاق أحكام مسبقة قبل أن يكون هناك مشاورة مستمرة مع إسرائيل، وسوف نحدكم علما بمدى تطورات هذه المناقشات. من الواضح أن هذا تصعيد بالغ من إيران، حدث بالغ، وهذا يجعلنا أن نستمر في الصمود مع إسرائيل ونتأكد من أن لم يقتل أحد في هذا الهجوم في إسرائيل. والآن سوف ننظر ما هي الخطوات القادمة المناسبة في صالح الأمريكيين وأيضا لصالح الاستقرار في المنطقة. هل تقومون بالتوصية بشأن مزيد من الأفراد في هذا الوقت في هذه المنصة؟ لن أشارككم توصية الرئيس معكم، ربما سيكون لديه فرصة ليشارك هو معكم بعد المشاورات مع الجانب الإسرائيلي، ولكن لا زال الوقت مبكر للغاية أن أعلن عن هذه التقييمات بشكل علني، سواء كانت التوقعات أو المشاورات الخاصة. من هذه المنصة يمكنني أن أخبركم أن نتنياهو معنا لحظة بلحظة. نحن على تواصل مستمر مع الجانب الإسرائيلي ولدينا اتصالات مباشرة معكم. فقط السؤال الأخير، في إبريل عقب هجمات إيران أصدرت الولايات المتحدة عدد من عدد من العقوبات بعد هذه الهجمات أخرى. ما هي التداعيات المختلفة حيث تكون أشد خطورة من هذه العقوبات؟ بالطبع هذا سؤال هام، وهذا سيأتي إجابته عقب هذه المشاورات التي نقوم بها مع الجانب الإسرائيلي. لدى الوقت مبكرا للإجابة عن هذا السؤال، ولكن كما ذكرت إن هذه بعض الخطوات التي قد اتخذناها لحماية إسرائيل، وكنا واضحين أنه سيكون هناك عواقب وخيمة لهذا الهجوم، وهذه لا زالت هذا لا زال هو الوضع الحالي. Okay.